نروح دلوقتي معاكم لأهم أخبارنا المحلية والعالمية وكمان أخبار محترفينا في الخارج، وهنبتدي بأهم العناوين. جريدة الأهرام: أجاري يحذر اللاعبين من التهاون أمام تونس. اليوم السابع: أجاري يحضر ودية المنتخب الأولمبي أمام تونس. بيتو: اليوم المنتخب الأولمبي يختتم استعداداته لودية تونس. سوبر كورة: طاهر محمد طاهر أحلم بالمشاركة أمام تونس وانتظر يناير للاحتراف. الفجر: منتخب مصر يطمئن على الونش. الوفد: اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة مصر وتونس في منافذ البيع. الشروق: شوبير مسابقة الدوري مهددة بالإلغاء. جريدة الأهرام: أزمات العقود بدأت في الزمالك، كهربا يطلب المساواة بحامد لتجديد عقده وفتحي يطلب الرحيل. الوطن سبورت: الأمن المركزي والمباحث في الزمالك من جديد. اليوم السابع: سموحة يقبل اعتذار علي ماهر وطارق يحيى الأقرب لخلافته. البوابة نيوز: وادي دجلة يبدأ خطوات التجديد لعبد المنصف. جريدة الأهرام: الإسماعيلي يطلب تحديد موعد مباراته مع بطل بوروندي. الوطن سبورت: انفي يكشف حقيقة رحيل خالد متولي. سكاي نيوز: ليفربول يقدم عرض قياسي لضم ديمبلي. باريس سان جيرمان في خطر الاستبعاد من الشامبيونز. سبورت 360: مانشستر يونايتد يواجه خطر خسارة دخية مجانا.